السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة، وقاكم في الفيديو في أحسن الأحوال وأحسن الظروف إن شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي ندير لكم الفتحة القدامية، وهم الطريس اللي درت فيها الطريس ديال ثلاثة. بالنسبة للقب راه صافي ساليته ودرت فيه نفس الطريس، ما صورتش، قلت راه نفس الدرس كاين يعني بلا ما نعاود عاوتاني، وعندي الدرس ديال كيفاش نديرو الدرس في القب ديال الجلابه. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هنا فيما يخص الفتحه القداميه درت فيها غير الطريز ديال ثلاثه، بسم الله. الدرس ديال ثلاثه ما عمري درتو معكم. انا ثبتت الخيط في الجلابه ديالي. دابا غادي ندير الطريس ديال واحد جوج ثلاثة، ندور ثلاثة المرات، الخيط مبروم على ثلاثة، كنجي حداه عاوتاني وتنضرب، كنجي لهاد الخويط هذا وتندير ثلاثة ديال اللويات على الخيط على ليبري ربي، كنجي هاد الطريس الاولاني اللي درت وكنبرم عليه ثلاثة اللويات على الإبرة، واحد جوج ثلاثة، تنزير تندير الرويس، تنهبط في الطريس ديالي. دابا هذا هو الدرس ديال الجوج، يعني اللي بغى يصيب مثلا يتعلم الدرس ديال الجوج هذا هو الدرس ديال الجوج، كنكتفي بها هكا. مي انا بغيت ندير الدرس ديال ثلاثة، غادي نزيد واحدة اخرى، غادي ندير الطريس ديالي هنا عاوتاني، واحد جوج ثلاثة، كنلوي ندير نفس الشيء في هاد البلاصة هادي، واحد جوج ثلاثة وكنلوي، تنزير كنجي لهاد الراس هذا، واحد جوج ثلاثة تنلوي، تندير الرويس. دابا كنجر لهاد الجهة، تنهبط في الطرس ديالي، دابا هذا هو الطريس ديال ثلاثة، هو الطرس ديال ثلاثة. دابا غادي نعاودوه، كنجي حدا هاد الطرس الطريبة ديال التوب وكنضرب عاوتاني وحدة أخرى، غادي ندير الطرس ديالي ديال واحد، واحد جوج ثلاثة، كنلوي ثلاثة الخطرات على ليبرا، كنقاد الطرس ديالي، كنجي حدا عاوتاني وتنضرب، كنجي لهاد الخويط هدا وتنلوي على ليبرا ثلاثة المرات، واحد جوج ثلاثة باش كندير الطريس، ولكن مكنكملوش، كنجي لهذا الآخر اللولاني تندير عليه، واحد جوج ثلاثة كنلوي، كنشد في داك الراس ديالو، تنقد الرويس، تنهبط في الطرس ديالي. راه ديال جوج صغير على الطرس ديال ثلاثة، ديال ثلاثة كيكون كبير شوية. كنضرب عاوتاني في التوب وكنجي لهاد الخويط، واحد جوج ثلاثة، تنزير كنجي للثانية نفس الشيء، كنلوي ثلاثة المرات، واحد جوج ثلاثة، ملي كنلوي ثلاثة المرات الطريس كيكون واقف، كنجي عاوتاني للرويس، تنلوي واحد جوج ثلاثة، تنزير تنقد الرويس، تنهبط في الطرس ديالي، جوج ثلاثة، تنثبتو في التوب. هو دابا الطرس ديال ثلاثة عندي هنا، كنعاود واحد آخر، كنجي لهاد الخويط تندير الطرس ديال واحد، تنجر لهاد الجهة باش تكون عندي داك الرويس،
الدرس ديال واحد راه عندي في القناه اللي ما عرفش كيفاش انه يديرو. كنجي عاوتاني لهذا الخويط وكنكون عاوتاني واحد الطريس ديال واحد، تنجي لهذا الرويس عاوتاني وتنضرب تندير فيه طريس ديال واحد اخر، تنقاد الدرس ديالي تنهبط في الدرس ضرب الثوب، كنعاود عاوتاني نكون واحد الطريس ديال واحد، كنجي لهاد البلاصه هادي ثانيه الدرس الثاني واحد جوج ثلاثه كنضرب فيها كنلوي فيها عاوتاني جوج لويات ثلاثه يا ربي ثلاثه، كنجي للراس وكنعاود نفس العمليه كنلوي ثلاثه اللويات كندير كنقاد الدراس ديالي كنهبط في الطريس هو دابا عندي الدرس ديال ثلاثة هو هذا وهذا الدرس ديال ثلاثة، أتمنى أنه يكون واضح. دابا انا درت هذا اللون هذا الزيتي، غادي نكمل بالصفر نسالي ونوريكم الشكل ديالو كيفاش داير. كندير نفس العمليه عاوتاني، غير كندير الصفر بحال هذا الشكل هذا، المهم هذا هو الشكل ديال الدرس ديالي كيفاش كيجي. انتما ما كيجيش خاوي يعني ما كيبانوش دوك التقيبات، كاين بعض المرات اللي كتلقى الطريس كيبان دوك الخويات اللي كاينين تما. هنا بعض الاشكال اللي ماشي بعض يعني داك الجلابه شنو كان فيها كامله التصويرات هادو، يعني داك الشيء اللي كاين في الجلابه كاين فيها الحبكه، ومهم الطرس الرباطي راه كلشي صورته ان شاء الله كلشي غادي تشوفوه معايا. نتمنى ان الفيديوهات يكونوا خفاف ظراف عليكم وتستفدوا منهم، وما تنساوش اشتراك ولايك وتعليق بحال دوك التعاليق الزوينين ديالكم. نتمنى انه القناه كنت كتنال الاعجاب ديالكم وكترقكم وتستفدوا منها، بارطاجوا مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وشكرا لكم على الدعم ديالي اللي كتدعموني، وكنتمنى لكم تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساوناش وما تنساوش اني احبكم في الله.